بداية أخبارنا مع الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا اللي أعلن التصنيف الشهري لشهر مارس للمنتخبات، ومنتخب مصر اتقدم للمركز ال 32 على العالم بعد ما كان منتخبنا في المركز ال 34، وبكده احتل المنتخب الوطني المركز الثاني عربيا والرابع إفريقيا بعد السنغال والمغرب ونيجيريا. اعتذر عمرو السليه لاعب النادي الاهلي والمنتخب الوطني عن خساره الفراعنه لبطاقه التاهل لمونديال 2022، وكتب على حسابه الشخصي على انستغرام: الحمد لله على كل شيء، مقدرين الحزن الشعب المصري اللي كان مستني يفرح، كان نفسنا نفرحكم بس قدر الله وما شاء فعل، درس لينا كلنا ولازم نتعلم منه. البرتغالي فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك قال إن ضغط المباريات مش في صالحنا ولازم نلتزم ببطولة الدوري العام، ووجه رسالة لاتحاد الكورة بأهمية العمل على انتظام البطولات. وأكد فيريرا خلال المؤتمر الصحفي اللي سبق مباراة الزمالك وساجرادا في الجولة السادسة والأخيرة من بطولة دوري أبطال إفريقيا إن الفريق لسه منافس حقيقي للدفاع عن لقب الدوري العام لحجز مكانه للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا الموسم اللي جاي بخلاف المنافسة على كأس مصر. وفاز فريق كرة اليد في نادي الزمالك على الأهلي بنتيجة 29-22 في قمة ختام دوري محترفي كرة اليد للموسم المحلي 2021-2022 على صالة حسن مصطفى في 6 أكتوبر، وبكده بيتوج بطل للموسم الحالي. فريق رجال الكرة الطايرة بالنادي الأهلي فاز على نظيره الزمالك بنتيجة 3-0 في تاني جولات بلاي أوف قبل نهائي دوري رجال الكرة الطايرة الممتاز للموسم المحلي 2021-2022، ليتم اللجوء لمباراة فصلة من قبل النهائي بكرة. وبيؤهل نظام البلاي أوف الفائز بمباراتين إلى الدور النهائي، والخاسر بيلعب على المركز الثالث. ونجح فريق نادي سموحة في الفوز امبارح على فريق طلائع الجيش على ملعب برج العرب بنتيجة 4-0 استعدادا لمواجهة بيراميدز في بطولة الدوري. سجل أهداف سموحة جيروم فيليب هدفين، وهدف لفهد جمعة وهدف لعمار شرف الدين. انتظم الدولي المصري محمد صلاح جناح فريق ليفربول في تدريبات الفريق بعد الانتهاء من الأجندة الدولية مع الفراعنة في التصفيات الإفريقية المؤهلة للنهائيات كأس العالم 2022، وعلق نادي ليفربول على حسابه على تويتر: عاد الملك. كشفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز البريمير ليج عن موافقة الأندية على تغيير القواعد المتعلقة بالبدلاء اعتبارا من الموسم اللي جاي، بعد السماح للأندية باستخدام 5 تبديلات على أن يتم إجراءها في 3 مناسبات خلال المباراة مع فرصة إضافية في الشوط الأول. جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أعلن عن ترشحه لولاية جديدة لرئاسة الاتحاد خلال الجمعية العمومية للمنظمة القروية المقامة في العاصمة القطرية الدوحة. وقال إنفانتينو في ختام كلمته خلال قمة الكونغرس الـ 72 للاتحاد الدولي أنه هيترشح لولاية جديدة لرئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم في الانتخابات اللي هتتعمل في أول شهور 2023 على هامش كونغرس الفيفا اللي جاي. منتخب المكسيك اتأهل بصفة رسمية لكأس العالم 2022 للمرة الـ17 في تاريخه بعد ما فاز على السلفادور بنتيجة 2-0 في الجولة الأخيرة من تصفيات أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي كونكاكاف، وتأهلت المكسيك لمونديال 2022 من المركز الثاني في تصفيات الكونكاكاف برصيد 28 نقطة من 8 انتصارات و4 تعادل وهزيمتين. وبكده مشاهدينا خلصت أخبارنا الرياضية، دلوقتي هنرجع لأحمد وهدير عشان يكملوا بقية فقرات. صباح الخير يا مصر. إليك. شكرا ليك يا ليندا.